معانا سيادة السفير إيهاب فهمي سفير مصر في تونس عشان نطمئن على بعثة النادي الأهلي والمصريين هناك وإيه يعني المباراة هيبقى شكلها عامل إزاي. أهلا معالي السفير، إزاي حضرتك؟ أهلا بحضرتك عمرو بيه. أهلا بحضرتك يا فندم. إيه الأخبار؟ البعثة أخبارها إيه؟ الجمهور أخباره إيه؟ والله الحمد لله، انا يعني كنت مع كابتن محمود الخطيب النهارده وكل اللعيبه ومجلس الاداره المهندس خالد متجي وستر طارق انديل وباقي المجموعه، وحضرت جزء من او يعني المران الاخير للنادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله بنطلع. وطبعا انا كنت شرف استقبالهم في المطار، ويعني كان في حفاوه في الاستقبال من جانب رئيس نادي الترجي سيد حمدي مدب اللي بوجه له التحيه من خلال حضرتك، لانه كانت لفته كريمه منه، كان يعني كل تحدث عن انها اول مره، لان طبعا قام بحجم كابتن محمود الخطيب وهو اسطوره الكره المصريه والعربيه والافريقيه، وله معشوقين. احنا يعني معانا يعني الفيديو بتاع الاستقبال الكبير لبعثه النادي الاهلي في المطار، حاجه واضح انها فخمه جدا يعني. ويعني حقيقي والإجراءات الأمنية والسلطات التونسية لم تدخر جهدا في توفير كافة سبل الراحة والتأمين، حاجة استثنائية يعني لم تحدث من قبل، كله من خلال انه يعني يتمنوا ان يبقى فيه اجواء ايجابية ان شاء الله في الماتش المباراة غدا باذن الله، وان يعني اللقاء اللي كان بيسوده المحبة والاحترام المتبادل بين كابتن محمود الخطيب وسيد حمدي المدب، ويعني هو شخصية شديدة الاحترام يعني، وده مثل كله زي كابتن محمود الخطيب كده، يعني أتمنى أن هذا ينعكس، لأنه انعكاس حقيقي لطبيعة العلاقات ما بين تونس ومصر، والشعب التونسي حضرتك زي ما أنت عارف عمرو بيه يعني محب لمصر والثقافة المصرية، ويعني عاشقين للحضارة المصرية. طب الجمهور بكرة غربة في تونس، معالي السفير الجمهور بكرة هيبقى أخباره إيه؟ والله يا فندم حضرتك عارف ان وفقا للاجراءات الاحترازيه الحكومه التونسيه اتخذتها مؤخرا، كان في لجنه علميه درست الوضع ومدى امكانيه قبول طلب نادي الترجي بوجود جمهور، انعقد اجتماع في رئاسه الحكومه ووافقوا على الحد الادنى من الجماهير وهو 5000 متفرج، وشريطه ان يتم طبعا يعني خضوعهم هيك، تقصد الحد الاقصى اللازمه من بي سي ار وغيره، الحد الاقصى للجمهور 5000 متفرج بكره، يعني مش هيبقى فيه باذن الله هيبقى 5000، واحنا ان شاء الله احنا من جانبنا السفاره واعضاء السفاره واسرهم طبعا هنكون واقفين جنب نادي الاهلي، ويعني بنشجعهم وبنؤازرهم زي ما كنا موجودين. طب الشارع التونسي يعني بكره، انا عارف بكره تونس اجازه بكره السبت، فالشارع التونسي بيقول ايه على المباراة؟ يعني هل في حالة من حالات الترقب للمباراة يعني؟ والله يا فندم الجميع بيترقب لقاءه، هو لقاء قمة فعلا، وهو لقاء زي الكلاسيكو الافريقي، هم يعني اكبر ناديين في افريقيا، وطبيعي انه يعني يبقى في حالة الترقب لمباراة بهذا النوع، وان شاء الله نشاهد مباراة ترتقي لمستوى تاريخ الناديين العريقين، والجميع يعني وجود نادي الاهلي في تونس ده حدث مهم، ووجود كابتن محمود الخطيب وسط فريقه ايضا لمسته انا بنفسي خلال المران، اللعيبه يعني شعارين بيبقى في اريحيه في التمرين، وعندهم ثقة كبيرة بإذن الله إن شاء الله. كابتن خطيب أسطورة كروية، وطبعا وجوده بيدي دفعة كبيرة للعيبة، ويعني دفعة يعني ليه علاقة كده بأن كل واحد عايز يقدم أحسن ما عنده. حقيقي يا فندم يعني حالة يعني حتى يعني الواحد بيشاهد كابتن محمود خطيب ويشوف إزاي بيتعامل بهدوء قاعد وبيترقب اللعيبه، ويبقى حاسس ان هم ولاده واخواته يعني
يعني حاجه قدوه، وهو ادى مثال استثنائي للاعب يعني بالاضافه الى احترافه الكره، ولكن ايضا ادى يعني مثال للاخلاق ودمافه الخلق، وكان خير سفير لرياضه الكره المصريه في الخارج يعني.